يا صباح الخير عليك يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما عودناكم من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هنطلعكم على أبرز أخبار النادي. يمكن في الساعات الأولى طبعا أبواب النادي اتفتحت للأعضاء، يعني توافد الأعضاء لسه يمكن في الساعات الأولى لسه مش بالشكل الكبير. كمان خلينا نقول إن هيئة الأرصاد الجوية توقعت النهاردة طقس مائل للحرارة بدرجة حرارة عظمى 34 صغرى 21. خلينا كمان نأكد أن توافد الأعضاء تم بناء على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللي نص عليها بروتوكول وزارة الصحة منعا لتفشي فيروس كورونا. كمان بقى نروح لأخبار الفريق الأول. طبعا الساعة 8 النهاردة مباراة هامة ومباراة أولى للمدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني أمام المقاولون العرب على استاد القاهرة، وده هيكون أول ظهور للمدير الفني بعد تقديمه أمس في مؤتمر صحفي. خلينا نقول أن هيكون في محاضرة في حوالي الساعة 5:30 النهاردة قبل تحرك الفريق اللي هيكون في حوالي الساعة 6، هيكون من أحد فنادق التجمع الخامس لملعب المباراة طبعا الساعة 8. يمكن في أبرز مشاهد الفريق النهاردة هي عودة عمرو السولية مرة أخرى للفريق بعد الإصابة، وكمان عودة أيمن أشرف بعد الإيقاف. أما بقى على مستوى الأخبار السلبية شوية، طبعا غياب رامي ربيعة للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وطبعا غيابه عن الملاعب في فترة تتجاوز من 40 إلى 45 يوم. كمان غياب الظهير الأيسر للنادي الأهلي علي معلول بعد سفره إلى تونس مع منتخب بلاده. كمان خلينا نفكركم انه يمكن خبر استكمال يانكون ميشيل مدير حراس المرمى او مدرب حراس المرمى ضمن الجهاز الفني الجديد لقى استحسان كبير جدا من قبل جمهور النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره هنا بعد المستوى الطيب اللي قدمه محمد الشناوي في مباريات الدوري الاخيره، بالاضافه كمان الى استمرار دكتور عمرو محب مترجم المدير الفني السابق رينيه فايلر وتجديد الثقه فيه مره اخرى مترجم لبيتسو موسيماني من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي. كمان نروح بقى لأخبار الألعاب الأخرى. نحب نبارك لرجال اليد بعد فوزهم أمس على الشمس في بطولة الدوري بنتيجة 36-30. أما بقى على مستوى الكرة الطائرة، فالنادي الأهلي أعلن تعاقده مع بريهان الديب ليبرو نادي الصيد لمدة موسمين، وعلى الناحية الأخرى يعني انضمت مريم مصطفى لنادي الصيد على سبيل الإعارة، ولكن حابين نأكد أنه الصفقة مش تبادلية. نادي الأهلي ظفر بخدمات بريهان بشكل كامل لمدة موسمين، ولكن مريم مصطفى ذهبت أو انضمت لنادي الصيد على سبيل الإعارة. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الأهلي. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة نورهان طبعا.